الثاني ان شاء الله. انا شويه يا حسن يسير يا حسن يسير احنا معاك للتغيير واحنا معاك للتغيير. هذه البلدية الثنائية كل ما ما يشربوش محرومين. واحنا معاك للتغيير واحنا معاك للتغيير يا حسن يسير يا اجلال التوفيق يا نور العظيم ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله. هيا امشوا معنا شوي هيا تعبوا ابو سياس صبروا شوي معنا ثاني بريتيدو حسني بريتيدو المواطنين والمواطنات هما اللي حدوا مصير هذه الانتخابات. المواطنين والمواطنات هما اللي اختاروا من هو الرئيس اللي يمكن ان يعطيهم فرصه جديده للبلاد، فرصه تحمل حل لمشاكل المواطنين والمواطنات. احنا برنامجنا يرتكز على تنويع الاقتصاد. من اجل ماذا تنويع الاقتصاد؟ باش ما نبقاوش حاصلين في القطره تاع البترول والغاز، لازم نفتحوا لابنائنا الشباب وبناتنا الشابات، نفتحوا لهم مناصب شغل في مؤسسات صغيرة اللي تقدر تخدم في الفلاحة وتخدم في الزراعة وتخدم في الصناعة وتخدم في الذكاء الاصطناعي وتخدم في مختلف المشاريع اللي تحل لهم مشاكل. ثم بعد ذلك احنا مازال رغم المجهودات اللي تبذلت، احنا ماناش عدميين، ماناش جايين نقول لكم باللي البلاد ما فيها والو، لا، البلاد فيها خيرات، فيها مقدرات، فيها ثروات، فيها امكانيات قادرة تكون دولة صاعدة كما رانا دايرينها في برنامج الفرصة. دولة صاعدة في العالم مش غير في افريقيا وفي المنطقة العربية والاسلامية. هنا الحمد لله بلادنا بامكانياتها اللي قادرة تأثر في العالم ككل من خلال هذه الامكانيات اللي اعطاها لها ربي وحباها بها الله عز وجل. هذه البلاد بلاد الشهداء، بلاد المجاهدين، التسقات بدماء الشهداء. هذه البلاد ما تسقطش، هذه البلاد ستبقى دولة كبرى إذا ما أعطيتونا فرصة، وإذا أعطيتونا فرصة نصنع مع بعضنا فرصة للبلاد، فرصة من أجل الارتقاء ببلادنا باش تولي صاعدة والارتقاء. سعيد يقول